سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد معكم بروف اس في تي. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيها جوج ديال التمارين اللي عندها علاقه بدرس المناعه، خاصه في الجزء الثاني منها اللي هو المناعه النوعيه. غادي نشوفوا دو زيكزيرسيس كيما قلت. ليكزيرسيس الاول غادي نشوفوا المناعه الخلطيه او المناعه ذات مسلك خلطي، ليمونيتي افوا ايمورال. بالنسبه للتمرين الثاني غادي نشوفوا المناعه ذات مسلك خلوي، ليمونيتي افوا سيلولار. غادي نحاول نركز خاصه في هذا الفيديو على الطريقه او الكيفيه اللي غادي نجاوبوا بها الاسئله اللي عندها علاقه بالتجارب ديال الفئران، خاصه انها كتكرر او كتعاود دائما في الامتحانات الجهويه الخاصه بالثالثه اعدادي. خليكم معايا حتى الاخر. عندكم هنايا اكزرسيس نيميرو 4. هاد الاكزرسيس خديتو من كاي دوكيمون سيغما. دونك عندكم هنايا مجموعه من التجارب. اول حاجه تنديرها دائما فاش يكون عندي واحد التمرين تنقرا لي لونسي. لي لونسي تيقدم ليا مجموعه من المعلومات اللي هي كتسمى دي مو كلي، اولا الكلمات المفتاحيه اللي ضروريه واللي خاصك تكون نتايا عارفها كتلميذ، حيت غادي تعاونك اولا غادي تساعدك في الاجابه للاسئله. مثلا عندكم هنايا في لي لونسي جمله فقط كيقول لك لا سيروثيرابي اي اون ريبونس ايمونيتير افوا ايمورال. شنو ممكن نجبدو من هاد لي لونسي ككلمات مفتاحيه؟ عندكم لا سيروثيرابي، خاصك دونك تكون عارف شنو هي هاد لا سيروثيرابي. اي اون ريبونس ايمونيتير، ريبونس ايمونيتير افوا ايمورال، كذلك دي مو كلي. ايمورال يعني مسلك خلطي. بالنسبه للسيروثيرابي هنا تيقصدوا بها هو داك لو سيروم اللي تيكون فيه لي زانتيكور واللي تنديروه واحد المريض مثلا اللي كيعاني من واحد لا مالادي معينه، والدور ديال دوك لي زانتيكور هو القضاء على ديك لا مالادي. دونك لا سيروثيرابي اي اون ريبونس ايمونيتير افوا ايمورال. دونك ديجا هنا في لونسي تعطيك واحد الجواب، تعطيك بانه هاد لا ريبونس اللي تنهضروا عليها سي اون ريبونس ايمونيتير، كي دايره سبيسيفيك. علاش سبيسيفيك؟ منين جبناها حنايا؟ جبناها حيت حنا كنعرفوا بلي لا فوا ايمورال كتكون دائما في سبيسيفيك، ما كتكونش في نون سبيسيفيك. دونك ديجا سي اون ريبونس ايمونيتير ا فوا ايمورال. ثاني حاجه هو هاد لا فوا ايمورال كيكونوا حاضرين فيها لي زانتيكور وبيان لو سيروم كذلك، حيت هنا عندنا لا سيروثيرابي. دونك لا فوا ايمورال دائما لي زانتيكور هما اللي كيتدخلوا. ثاني حاجه خاصك تعرفها هو الدور ديال هاد لي زانتيكور. شنو هما؟ الدرس قريتي بلي لي زانتيكور كاين جوهم او لا سون سيكريتي كيتفرزو عن طريق لي لانفوسيت بي. هاد لي لانفوسيت بي كيفرزو لنا لي زانتيكور مضادات الاجسام اللي كيحميونا او اللي تيقضيو وبيان نوتراليز لي زانتيجين، اجسام الغريبه اللي كتدخل للكور ديالنا. ثالث حاجه خاصك تعرفها فهاد لي زانتيكور عندهم جوج ديال المميزات. الميزه الاولى سي لا ميموار ايمونيتير، عندهم واحد الذاكره مناعتيه. شنو كنقصدو هنا بالذاكره المناعتيه؟ يعني فاش يدخل عندك واحد الجسم غريب المره الاولى هاد لي زونتيكور يلفون ايسيي داتاكي هاد لي زونتيجين. المره الثانيه فاش غادي يدخل عاوتاني لو ميم انتيجين، يعني نفس لونتيجين، شنو غادي يوقع؟ هاد لي زونتيكور غادي يعاودو يتدخلوا، لكن فهاد المرحله غادي يتدخلوا بواحد السرعه. علاش؟ لانهم ديجا عتعرفوا على هادوك لي زونتيجين. ثاني حاجه هما هاد لي زونتيكور اي سون سبيسيفيك، نوعيين. علاش نوعيين؟ حيت كياتاكيو واحد النوع بالضبط ديال لونتيجين، يعني اي سون سبيسيفيك ان انتيجين. هي ديك ليتاب دو ريكونيسونس، يعني كيكون عندنا واحد لونتيكور كيخصو اول حاجه هو يتعرف لينا على داك لونتيجين عن طريق دوك لي ريسيبتور اللي تيكونوا في لي زونتيكور. فاش كيكون عندنا التعارف تما ممكن ان داك لونتيكور يقدر انه ياتاكي لنا داك لونتيجين. دونك هادو هما المعلومات اللي انت خاصك تكون عارفهم وتستحضرهم نهار الامتحان. بالنسبه لهاد لي زيكسبيريونس، اول حاجه خاصك دير يعني كتكبر عينك مزيان وتشوف بعدا اشنو عندك في الورقه. عندنا هنايا لي زيكسبيريونس كيف ما تشوف غادي تحاول انك ترتبهم. شحال عندنا من اكسبيريونس هنا؟ عندكم هنايا الاولى، عندكم هنا الثانيه، عندكم الثالثه هنا، عندكم الرابعه هنا. دونك عندك ربعه ديال لي زيكسبيريونس. احنا غادي نشوفو من بعد فاش غادي ينفعونا هاد الترقيم. دونك ثاني حاجه غادي نشوفو هما لي كيستيون. عندك كيستيون 1 كيستيون 2. دونك عندك هنايا جوج ديال لي كيستيون. كيستيون الاولى تقول انتربريتي لي ريزولتا دو شاك اكسبيريونس. لا لاحظتي قالك هنا دو شاك اكسبيريونس، اذا انت خاصك تكون عارف شحال عندك هنايا من اكسبيريونس باش تقدر دير لانتربريتاسيون ديال لي ريزولتا ديالها. يعني كل اكسبيريونس غادي تكون عليها نقطه ديالها خاصه بها،
يعني مثلا هنايا عندنا 4 ديال لي زيكسبيريونس، كل اكسبيريونس تكون على مثلا نصف نقطة، يعني المجموع هو جوج ديال النقاط. كل اكسبيريونس كرتيها غتاخد عليها نص نقطة ديالها مثلا. من بعد هنا كيقول لك بوركوا لا سوري اي 5 هنايا هذه الاخرى ني با مورت ساشون كي ني با فاكسيني. دونك الى لاحظتي في هذا السؤال الاول راه كيجمعوا فيه جوج ديال الاسئله. الجزء الاول منه هي لانتربريتاسيون، خاصك اول حاجه دير لانتربريتاسيون ديال هاد لي زيكسبيريونس كاملين، يعني 4 ديال لي زيكسبيريونس كل وحده غادي نحاولوا نقول التفسير ديالها، ثم غادي تجاوب عاوتاني على لا سوري اي 5 وغادي تقول علاش لا سوري اي 5 ني با مورت، علاش بقات لينا هنايا حيه على الرغم من انها الي فاكسيني. ثم عندك السؤال الثاني ديدوير لو تيب دو لا فوا ايمونيتير ايتيليزي justifier la réponse. كيفما تشوفوا عندك هنايا دو كيستيون، كيستيون الاولى سي ديدوير، يعني خاصك تستنتج كيفما قلنا بقال، فاخر حاجه كتعطيها هو استنتاج، وهذا السؤال دائما كيتحط في الامتحان الجهوي. شنو هي لا فوا ايميتير ايتيليزي هنا؟ ديجا نتايا عارفها اللي هي ايمورال، سي لا ريبونس ايميتير سبيسيفيك ا فوا ايمورال. علاش؟ كيفما قلنا على وديت كاين عندنا لي زانتيكور. دونك هنا ديجا تاتكم الاجوبه سي با غراف، حنا اللي كيهمنا اكثر هو هاد لانتربريتاسيون ديال هاد لي زيكسبيريونس. دونك نشوفوا دابا لانتربريتاسيون كيفاش غادي نديروا ليها. بالنسبه للتجربه الاولى شحال عندنا من سوري؟ اس 1، هنا كاتبين اس 1، كاتبين اس 1، يعني عندنا سوري وحده نفسها كتعاود. نبداو دائما باللول، من هنا عندنا سوري الاولى سي اون سوري دي هي سان، يعني ما فيها حتى شي حاجه، ما مريضاش عاديه صحه سلام كيف ما تنقولوا. من بعد 15 يوم كان جوغ بلو تار شنو درنا لهاد لا سوري؟ كيف ما تشوف واحد السهم اللي هابط كنقصدوا به حقن، يعني حقنا ليها. اشنو حقنا ليها؟ راه مكتوب فوق منها توكسين تيتانيك، يعني حقنا ليها لا توكسين تيتانيك. هذا حتى هو مكلي، كنعرفوا ديجا بلي لا توكسين تيتانيك هي واحد الماده او السمين اللي كيتفرز عن طريق واحد البكتيري اللي كتسمى لا بكتيري تيتانيك، طبيعه الحال قاتله توكسيك. دونك هاد لا توكسين سي اون سوبستانس شيميك توكسيك قاتل. دونك هادي كمعلومه خاصك حتى تكون عارفه وتستحضرها فهاد التجربه هادي. دونك شنو غادي نديرو هنا في الانتربريتاسيون؟ دونك شنو هي هاد الانتربريتاسيون؟ الانتربريتاسيون هي كتقول فيها علاش مثلا عندك هنايا كنتيجه لا سوري اس 1 ماتت كيف ما كتشوف. انت شنو خصك دير؟ خاصك تقول علاش هاد لا سوري ماتت. طبيعه الحال انت راك عارف علاش ماتت هاد لا سوري، حيت درنا ليها لا توكسين تيتانيك، وحنا كنعرفو بلي هاد لا توكسين هي واحد لا سوبستانس شيميك كدايره توكسيك، يعني قاتله غادي تقتل لينا الفأر ديالنا. وبالتالي هنايا غادي نقولو اس 1 مور كار اون لوي انجيكتي لا توكسين تيتانيك كي هي اون سوبستانس شيميك توكسيك كي اونترين باغ اكزومبل لا مور دو لا سوري. بسهوله نقولو اس 1 مور car on a injecté la toxine tétanique qui est une substance toxique mortelle. دونك هذا هو الجواب ديال التجربه الاولى. بالنسبه للتجربه الثانيه خدينا سوري وحده اخرى سميناها اس 2 سوري 2، هاد لا سوري حقناها بلا نا توكسين تيتانيك، اللي حتى هي موكلي اللي خاصك تكون عارفها. توكسين تيتانيك هي ديك لا سوبستانس شيميك اللي هي توكسيك، ملي كتسمع انا هي العكس ضد، يعني ضد هذيك لا توكسين، يعني هاد لا نا توكسين تيتانيك غير قاتل، بالعكس هو غادي تعتبر بحال شكل ديال اللقاح غادي يحمي لينا هاد لا سوري اس 2. ابري 15 جوغ شنو درنا؟ درنا لا توكسين تيتانيك، يعني زدنا حقنا ليها لا توكسين تيتانيك. هاد لا توكسين هادي قلنا ديجا بانها قاتله، يعني انطلاقا من التجربه الاولى نورمالمون هاد لا سوري انطلاقا من التجربه الاولى غادي تموت، لكن في التجربه الثانيه درنا ليها ديجا واحد لا توكسين تيتانيك، وبالتالي لا سوري شنو وقع ليها؟ بقات حيه ما ماتش. لا سورفي دو لا سوري 2. دونك شنو غادي نديرو كجواب هنا فهاد التجربه؟ شنو غادي نقولو؟ كيف ما قلت غادي تقول علاش هاد لا سوري اس 2 بقات لينا حيه؟ علاش غادي نقولو اس 2 ريست فيفونت او بيان سورفي كار اون لوي ا انجيكتي لا ناتوكسين تيتانيك كي ا روندو هاد لا سوري ايميونيزي كونتر لو تيتانوس، يعني خلا هاد لا سوري هادي تكون ممنعه. دونك هنايا غادي نقولوا مالغري هاد لانجيكسيون دو لا توكسين تيتانيك، يعني واخا درنا لها لا توكسين تيتانيك هاد اس دو شنو دارت؟ اي لا سورفي بقات حيه. كار علاش بقات حيه؟ حيت درنا ليها لا توكسين تيتانيك اللي خلاتها انها تكون ممنعه ضد هاد التيتانوس، يعني خلاتها انها تحمي نفسها من هاد التيتانوس وبيان من هاد لا توكسين تيتانيك.
دونك بالنسبه للتجربه الثالثه، هاد المره خدينا سوري ثلاثه، يعني سوري واحده اخرى جديده. هاد لا سوري هذه درنا لها كذلك اناتوكسين تيتانيك. دونك عارفين دابا شنو هو اناتوكسين تيتانيك؟ هي غادي يخلي لنا هاد لا سوري اس 3 ايمونيزي كونتر لا توكسين تيتانيك. من بعد 15 يوم هاد لا سوري هذه حقنا لها لا توكسين ديفتيريك. اذا درنا واحد لا توكسين اللي هي سيتون سوبستانس كيميك قلنا توكسيك، بحال هاد المره درنا ديال لا ديفتيريك، يعني لا توكسين ديفتيريك، درناش لا توكسين تيتانيك، شي حاجه جديده على لا سوري. اشنو وقع لا سوري؟ ماتت. لا مور دو لا سوري. شنو غادي نديرو؟ غادي خصنا نقولو علاش هاد اس 3 ماتت، حيت هي ايمونيزي كونتر لو تيتانوس ولكن ماشي ايمونيزي كونتر لا ديفتيري، وبالتالي هاد لا سوري غادي تموت حيت ماشي ايمونيزي غير ممنعه كونتر هاديك لا ديفتيري. مثال، كون جينا مثلا هنايا ودرنا انا توكسين ديفتيريك، ابخي هنايا جينا ودرنا لا توكسين ديفتيريك، لا سوري في نظركم شنو غادي يوقع ليها؟ بطبيعه الحال لا سوري غادي تبقى حيه بحال الشكل ديال التجربه الثانيه، لكن حنايا درنا لها لا توكسين تيتانيك وحقناها بلا توكسين ديفتيريك، شي حاجه اللي هي جديده على لو كور ديال لا سوري، وبالتالي لا سوري il va mourir. Donc S3 meurt car elle est immunisée contre le tétanos et non pas contre la diphtérie qui est mortelle. Et nous avons dit que la toxine diphtérique est une substance chimique liée toxique. Nous avons d'abord le jiribel akhira liée jiribel raba. Fait jiribel qui fait que nous avons dit que nous avons obtenu souris S4. يعني رابعة سوري واحدة أخرى. هاد السوري درنا لها لاناتوكسين تيتانيك، بحال هنايا درنا أناتوكسين تيتانيك. من بعد 15 يوم هاد السوري هادي شنو درنا لها؟ خدينا منها كيف ما تتشوفو السهم طالع، يعني خدينا منها لو سيروم. هاد لو سيروم سي موكلي. علاش موكلي؟ حيت حنا كنعرفو بلي هاد السيروم كيتواجدو فيه دي زونتيكور. هاد لي زونتيكور اللي قلنا سون سبيسيفيك، يعني غيكونو فيه دي زونتيكور. ما دركش من انتيكور غادي يكون هنا، غادي يكونو دي زونتيكور اللي هما انتي تيتانيك، يعني ضد لو تيتانوس، غادي يكونوا ضد ديال تيتانوس حيت خديناها من نفس السوري. من بعد خدينا سوري وحده اخرى جديده اللي هي اس 5، هاد المره درنا فيها هاد لو سيروم ديال اس 4. يعني هاد السيروم هذا اللي فيه لي زونتيكور انتي تيتانيك درناه في سوري جديده اللي هي اس 5، وفي نفس الوقت درنا لا توكسين تيتانيك. نظركم شنو غادي يوقع؟ لا سوري ريست فيفون. علاش؟ كنظن بانكم دابا فهمتوا علاش، حيت هاد السيروم هذا اللي فيه لي زونتيكور اونتي تيتانيك هما اللي غادي اتاكيو هاد لا توكسين تيتانيك، وبالتالي غادي يخليو لينا لا سوري فيفون. دونك هنايا غادي نقولوا اس 5 سورفي كار اون انجيكتي لو سيروم كي كونتيان دي زونتيكور اونتي تيتانيك لي جاو بروفينون دو لا سوري اس 4 غيري ديجا دو تيتانوس. دونك فوالا، هنا غادي نكونو سالينا لانتربريتاسيون ديال هاد لي ريزولتا بربعة بيهم. هنايا جاوبنا على لا كيسيون بوركوا لا سوري اس 5 ني با مورت ساشون كي ني با فاكسيني، كيف ما قلنا حيت انجيكتينا ليها هداك لو سيروم كونتونون لي زونتيكور انتي تيتانيك. ثانيا، ديدويغ لو تيب دو لا فوا ايمونيتيغ اتيليزي. دونك كيف ما قلنا ديجا في الاول، لا فوا اللي هي مستعمله سي لا فوا ايمورال. علاش؟ جوستيفيي لا ريبونس باسكيليا les anticorps. Donc voilà, c'est la réponse immunitaire à voie humorale car il y a les anticorps. Donc غادي نحاول نحبس هنايا باش لا فيديو ما تجيش طويله. بالنسبه لا فيديو الثاني نحاول نخدمو لكم في فيديو اخر. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا مزيان الطريقه كيفاش كنحللوا اولا كيفاش كنخدموا تجارب ديال لي سوري بالنسبه لماده علوم الحياه والارض. اللي ما فهمش شي حاجه اولا باقي عنده شي لبس يخلي ليا كومونتير، انا ان شاء الله غادي نحاول نجاوبو. نتلاقى بكم في فيديو اخر.